اي والله عبالي قاعد تسجل. هنا في السؤال ده ايه انا معلش الجزئيه دي، السؤال ده مديني هنا السيجنال، مديني اكزامبل، مديني اكس ان ومديني اتش ان، بيقول لك فايند واي ان، فايند واي اوف ان. السؤال ده اسمه كونفوليوشن، لما يعطيك اكس واتش يقول لك فايند الواي، ده اسمه كونفوليوشن. اول خطوه نعملها نرسم الاكس والاتش. فبالنسبه للاكس هتقول لي الاكس فيها اي، الاي دايما نبص على الباور، الباور بتاع الاي سالب، فنقول كبيره في السالب وتقل في اتجاه الموجب، بس عشان مضروبه في يو ان، اليو ان حدودها من صفر لانفينيتي، فناخد من زيرو تو انفينيتي، ناخد البارت ده بس. بالنسبه لاتش نفس الفكره، الاي الباور بتاعها ثابت، تبقى كبيره في السالب وتقل في اتجاه الموجب كده، بس عشان مضروبه في يو ان يبقى حدودها من صفر لانفينيتي، يبقى هناخد البارت اللي في اليمين فقط. رسمة الاكس ملهاش نهاية، بنقول عليها انفينيت، رسمة الاتش انفينيت، انفينيت مع انفينيت يديني تو ريجونز. يعني ايه تو ريجون؟ هنفهم دلوقتي. الواي ان هي صم القانون بتاع تكتب القانون، الواي ان هو سمشن اكس ان اتش في ان ماينس كي فروم تي سواء بتساوي تو انفينيت. الخطوة التانية تبتدي ترسم الريجونز بتاعتك. ازاي تعمل كده؟ أول حاجة تحط رسمة كأنك بص كده، نرجع تاني للصفحة اللي فاتت. دايما بنخلي الاكس محطه وبنخلي الاتش قطار، يبقى دايما نخلي الاكس محطه والاتش قطار، يبقى الاكس محطه، اكس في القانون اهو اكس ان محطه، اسف القانون مش اكس ان، اكس اوف كي، يبقى اكس اوف كي محطه، واتش اوف ان ماينس كي قطار، خلاص يبقى الاكس محطه والاتش قطار، والمحطه اسمها ايه؟ اسمها اكس كي، والقطار اسمه ايه يا جماعه؟ القطار اسمه ايه؟ اتش ان ماينس كي. اوكي ننزل الرسمة الثانية، يبقى نحط أول حاجة رسمة المحطة، بعد كده نحط رسمة القطار. إحنا عندنا تو ريجنز، يبقى هبدأ ريجن 1، بعد كده إند ريجن 1، بعد كده ريجن 2. طب ريجن 2 ليها إند ولا ملهاش؟ تقول لي لا ملهاش، ليه؟ لأن هما أصلا تو ريجنز، يبقى خلاص، يبقى أول حاجة نحط رسمة المحطة. طب المحطة اسمها إيه يا جماعة؟ قلنا المحطة اسمها إكس كي. طيب مش هي أصلا كان اسمها إكس إن؟ مش هي اصلا كان اسمها اكس ان؟ يبقى هي اسمها في القانون اسمها اكس كي، في الرسمه كان اسمها اكس ان، يبقى اذا الان صار اسمها ايه؟ الان صار اسمها كي، يبقى هتقول لي هنا خلاص يبقى هنبدل الان بكي، يبقى كل ان هنبدلها بايه؟ بكي. ما تنساش، اوعى تنسى، تمام؟ بعد كده القطار، نحط رسمة القطار بعديها. القطار القانون بيقول لك إن القطار اسمه، القطار اسمه اتش اوف ان ماينس كي. طيب في الرسمة اسمه اتش ان، يبقى ال ان صار اسمها ايه؟ ال ان صار اسمها ان ماينس كي، يبقى القطار هنكتب كده اتش اوف مسح كل اللي عملناه، مسح حرام. طيب نعمل تاني، قلنا هنرجع من كده. قلنا دلوقتي عشان نرسم، هنبتدي نرسم ريجنز، قلنا نعيد تاني الحاجة الأخيرة، قلنا ريجنز بنرسمها ازاي يا جماعة؟ قلنا هنقسم ريجنز، أول حاجة نحط رسمة المحطة، بعد كده رسمة القطار، بعد كده ريجن 1، بعد كده إند ريجن 1، بعد كده ريجن 2. طيب المحطة اسمها ايه المحطة؟ قلنا المحطة في القانون بتاعنا اهو، لو بصينا في القانون المحطة اسمها اكس اوف كي، المحطة اسمها اكس اوف كي. تقول لي هي مش اصلا كان اسمها اكس ان، يبقى الان هنبدلها بمين؟ بكي، واوعى تنسى، تمام. طيب القطار بعد كده، القطار شو اسمه؟ القطار اسمه اتش ان ماينس كي، يبقى ده القطار ودي المحطة، يبقى القطار اتش اوف ان ماينس كي. طيب القطار هنعمل فيه ثلاث حاجات، ايه هما؟
اول حاجه هنعمل فليب، ثاني حاجه هنبدل ال n ب n ماينس كي، ثالث حاجه هنروح نزيد n اد n على البدايه والنهايه. تمام. طيب نجيب اول حاجه رسمه المحطه. رسمه المحطه يا جماعه هي عباره عن الشكل ده من صفر لانفينيتي و e اس ماينس 5 n. تقول يبقى من صفر تو انفينيتي، تجيب الرسم زي ما هي من صفر تو انفينيتي و e اس ماينس 5 n، بس هنقول e اس ماينس 5 k، نبدل n بمين؟ ب k، اوعى تنسى، فنبدل ال n ب k، خلاص بقى e اس ماينس 5 k. بعد كده نجيب رسمه القطار. هنرسم المحطة بتاعتي هي اس ماينس 5 كي. طيب بعد كده نجيب رسمة القطار. رسمة القطار هعملها فليب. ادي رسمة القطار فليب، يبقى هي بدل ما من صفر للانفينيتي هتصير من صفر لسالب انفينيتي، اسمها اي اس ماينس 3 ان، هنبدل ال ان ب ان ماينس كي زي ما قلنا هنا، يبقى اسمها اي اس ماينس 3 ال ان، تبقى اسمها ان ماينس كي. اوكي. بعد كده هنزيد n على البدايه والنهايه. اوكي، يعني هنيجي هنا نقول صفر نزيد عليها n للنهايه انفينيتي، خلاص ما له داعي لان لو زدت عليها n هتفضل زي ما هي انفينيتي. اوكي. بعد كده احنا قلنا عندنا كام ريجن يا جماعه؟ تو ريجنز. هنبدا هنا ريجن 1، هنا end ريجن 1، هنا ريجن 2. طب ريجن 2 ملهاش ليه end؟ لان ريجن 2 هي اخر ريجن. دايما في ريجن 1 ندز القطار يسار، ندز القطار يسار، يعني ده قطار وده محطة، المحطة ثابتة. ندز القطار يسار يعني خليه يرد لورا شوية. اوكي، ونسأل نفسنا سؤال، هل القطار اوفرلاب مع المحطة ولا لا؟ يعني القطار في جزء منه تحت المحطة، تقول لي لا، يعني نو اوفرلاب، يبقى زي الشاطر هنا تكتب لي كده هنا نو مين ال هنا نكتب كده نو اوفر لاب، سوري نكتب في ريجن 1 نو اوفر لاب. اوكي، دي ريجن ايه؟ ريجن 1. طيب امتى تخلص ريجن 1؟ القطار بيتحرك دايما يمين، يبقى يبلش من اليسار بس يتحرك ايه؟ يمين. تخلص لما يبلش يدعم المحطه. المحطه فين بدايتها؟ بدايه المحطه عند الزيرو، خلي بالك. يبقى لما يدعم، يدعم فين؟ يدعم عند الزيرو. اوكي، يعني لما الان توصل عند الصفر، يبقى تقول لي ان، وتيجي عند الان بصفر. بعد كده القطار يدخل تحت المحطة شوية، يعني يجي هنا